على نهج المضامين السليمة تجلى الخير بالأسس الحكيمة، وقد أوصانا بالرفق وأوصى بهم خيرا في خطبته العظيمة. نساء عشنا في درب الهدايا، مع المختار تسمو كل غاية، وفي تاريخهن لنا حكاية نسطرها على الذكرى الكريمة. يجود لهن من جبر الخواطر وبالمعروف إحساس المشاعر، ومن أخلاقه أزمى المناظر تجسدها معانيه الرحيمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جليبيب صحابي جليل، كان من الفقراء، يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرتاده مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب فتاة من الأنصار لنفسه. سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج يا جليبيب؟ قال: أنا جليبيب، من يزوجني؟ لا مال ولا منصب ولا مكانة. قال: اذهب إلى فلان من الأنصار بيت الفلاني يزوجوك ابنتهم. فذهب جليبيب وأخبرهم أنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وأن رسول الله يخطب ابنتهم له. فقال الأب: جليبيب، انتظر حتى أستأذن أمها وأتشاور معها. وذهب يشاور أم تلك الجارية، فقالت الأم: جليبيب، وقد رددنا فلان وفلان، يعني ما بقي إلا جليبيب، رددنا من هم خير مكانة في المجتمع، فكيف نزوج جليبيب؟ وسمعت الجارية الحوار فقالت: كيف تردونه وقد رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لئن كان رضيه صلى الله عليه وسلم فإننا أرضاه لديني وأرضاه لنفسي. فاقتنع الأب وقال: نشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن كنت ترضاه فقد رضيناه. قال: فإني أرضاه. فزوجوه ابنتهم حبا وكرامة لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجليبيب، ولرضا النبي صلى الله عليه وسلم لجليبيب أن يتزوجها. فما هي إلا أيام ويخرج جليبيب، قيل سمع صوت في المدينة، وقيل خرج في غزوة من الغزوات وشارك فيها وافتقده النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يتلمسه: تفقدون أحد؟ قالوا: نفقد فلان وفلان. قال: لكني أفقد أخي جليبيب. فجاءوا فإذا به ميت قد قتل 7 من حوله ثم قتلوه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لينظر إليه والدموع تجري على خديه ويقول: قتل 7 وقتلوه. يقول بعض الصحابة: والله ما رأيت امرأة أنفق منها، من تلك الجارية التي رضيت بجليبيب، جعل الله المال يدور على يدها. وهنا انظروا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أحسن الاختيار، ونظر لهذه الجارية فعلم من صلاح دينها، فاختار لها من هو صالح في دينه كجليبيب. وربما هذا الرجل في الأرض ليس له قيمة، لكنه عند الله عظيم. رب أشعث أغبر ذو طمرين مطرود بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. صعد عبد الله بن مسعود على شجرة فمالت به، وانكشفت الريح وكشفت الريح عن ساقيه، فإذا بهما دقيقتين، فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال صلى الله عليه وسلم: لكنها عند الله أثقل من أحد. وانظروا إلى هذه الفتاة التي فرحت أن تلبي رغبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان في الأمر أن تقدم نفسها زوجة لرجل ربما لا ترى أنه مكافئ لها. وانظر إلى ذلك الرجل العاقل رب المنزل، عندما خطبت ابنته لم يتصرف بانفراد، وإنما عاد ليشاور، وشاور زوجته ودار الحوار، لكنها أسرة مباركة. لما سمعت النصيحة من ابنتهم رضيت وقالت: كيف تردونه ورضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى هذا جليبيب الضعيف، كيف أنه بعد ذلك يقتل 7 ويقتلونه والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه. ولما أطاعت النبي صلى الله عليه وسلم
وحققت رغبته أكرمها الله عز وجل، أكرمها الله عز وجل بأن جعل المال يدر في يدها، فما رؤيت بعد ذلك امرأة أكثر إنفاق منها. فأي بركة؟ إنها بركة النبي صلى الله عليه وسلم، يوم أن نحقق رغبته فكيف وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم بين يدينا؟ كم من الأعمال الصالحة طلبها منا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم من الأوامر والنواهي حذرنا منها. فأين الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس حب النبي صلى الله عليه وسلم شعارات ولا أبيات تقال ولا كلمات تكتب ولا عبارات ولا رسائل من خلال مواقع التواصل. حب النبي صلى الله عليه وسلم طاعته، إن المحب لمن يحب مطيع، كما أطاعت هذه الجارية فليطع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حبيب. وتأملوا أيضا إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم للمساكين. المساكين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. كان رسولا للمساكين، يجتمع فقراء الصحابة من أهل الصفة بجوعهم فيجتمعون في بيته فيأتيهم باللبن ويسقيهم، يخرج فيعيش معهم الجوع، يربط الصحابي حجر على بطنه من الجوع والنبي صلى الله عليه وسلم يربط حجرين من الجوع. كان كلما جاءه شيء أرسل به إليهم، إنه صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، أحبهم وأحبوه وعاشوا معه، فكانت أروع القصص والنماذج من حياته صلى الله عليه وسلم. جارية أطاعت أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا لها أجر ربها، رضي الله عنها وأرضاها، وصلى الله وسلم على نبينا ونبيها عليه من ربنا أفضل صلاة وأتم تسليم. على نهج المضامين السليمة تجلى الخير بالأسس الحكيمة، وقد أوصانا بالرفق وأوصى بهم خيرا في خطبته العظيمة. نساء عشنا في درب الهدايا مع المختار تسمو كل غاية، وفي تاريخهن لنا حكاية نسطرها على الذكرى الكريمة. يجود لهن من جبر الخواطر وبالمعروف إحساس المشاعر، ومن أخلاقه أسمى المناظر تجسدها معانيه الرحيمة.